مش ملاحظ انك بتنط مراحل بسرعة قوي؟ مراحل ايه اللي بنطها؟ انا بحبك وعايز اتجوزك، واظن ده واضح بقاله كتير قوي. بس احنا لسه مقربين بقالنا فترة قليلة. انا ما بفهمش في الكلام ده يا صف، انا اللي اعرفه بحبك يعني اتجوزك. بس انا بخاف من الاستعجال ده يا غازي. يا ستي خد الفرصة اللي انت عايزاها، بس على الاقل نعلن الخطوبة. اجي ازورك وانا صحني ما اجي اتقدم لك حاجة اقعد مع مين؟ هبقى ابعت لقرايب اللي من بعيد يجوا يقابلوك. خلاص بعتلهم بقى. وانت ايه اللي خلاك مستربع على الجواز كده فجأة؟ ما احنا بنتكلم بقالنا شوية وما لمحتش حتى لفكرة الجواز، فجأة كده عايز تعلن خطوبتنا؟ مش غريبة دي؟ وايه الغريب في كده؟ يا صفا انا بحبك من زمان، ولما لقيت الوقت بقى مناسب عرضت عليك الجواز. معلش اديني فرصة افكر شوية. حاجة واحدة بس من اللي ضربوها دي كافية انها تنسفني. تبنى الى الله. ما بتعرفش تتوب انت. يا بنت اتلم يا بنت، قفي بعد الشر عليك يا حبيبي. بص عليك يا عمر، كنت خدتني معاك اتفرج. اتفرج. دماغي صداع هيفرتكها. فرتكها؟ حتى وانت مش في وعيك بتعك، حسبنا الله ونعم الوكيل. يا ناصر، ناصر بوعي ولا من غير وعي؟ ما هو كله مبسوس فيه واخرته قفشه في ظهر الدماغ. تفتكر انا اكون عملت ايه من المصايب دي كلها؟ اكيد ما جريتش ورا الستات بالفانيلا. يا نهار ابيض طبعا. لا يا دماغي. يا فانيلا. كفت بس يا بنت، بدل ما اقوم اعدلك اتلمي. مش عارفه. قال لي كنتش نمت على الرصيف؟ ولا كنتش فضلت على هدومي وسط الناس؟ معقوله؟ شفت اها اخرة المشي مع زباين جهنم. انا قلت له بلاش الفرع، قال لي نجرب. ما هو كله من اول كاس يا مندوب ابليس. خلاص بقى عمر مكبر دماغك، ما اللي حصل حصل. بس خلصنا. السفريه للبلد دي هتنسيك كل القرف اللي حصل. كل كل يا حبيبي، انت ما كانتش حاجه خالص. حطي لي. طب وانا اهو خراب. مش منه هو يعني. ألف مرحب بريحة الغالية. اللي نسيوا أهلهم وفاتوا أرضهم. كفاية تأنيب بقى، خلوا الناس الله. إيه خير؟ كل وقت ولو عدين. خلاص اكتفينا. إيه نعم؟ لا مفيش. صبحة بتسأل عليك ياما. صبحة، اللهم صل على النبي. صبحة وهي صبحة فريش كده، الله أكبر. قلب أبيض وش طازة. أورجانيك أورجانيك. بتنجانك؟ اتفضل. اللهم صل على النبي. يا بنت خرطت البنات، خرطك يا بنت كده وبقيتي بسم الله ما شاء الله. الله اكبر الله اكبر. الله اكبر. اللهم صل على النبي. تعيشي يا ابله اكتفين. ياخدي على ابله اكتفينا. قمر يا اخي قمر. امي يا صبحه، دواء الدكتور عمايل ايدك. امي يا حبيبتي. امي عمايل ايد ده امين. الفراخ والحمام والبطاطس، اديله بطاطس. جميله جميله من عيني. اللهم صل على النبي. اتفضل يا دكتور. يا دكتور شفت دكتور دي؟ حلوه قوي الدكتور دي. كبرتي يا سما وبقيت عروسه. هاي هاي. ردي عدل، ردي عدل. ايه شيلي البتاع ده من ودنك، شيلي. انت عارف يا خال، طول ما احنا ماشيين وعمر عمال يقول وحشنا قوي بيت خالنا. يا سلام، ولا اكل صبحه وجمال. وحشني قوي قوي قوي. انا قلت كده؟ ايوه قلت كده. قلت انا قلت اكتر من كده يعني. قلت جامد. والبطاطس والكنافه والبقلاوه. قول يا حبيبي انا عمر. ما كنتش مصدق انك هتنورني يا صحافي بصراحه. ولا انا. بتقول ايه؟ ولا انا كان ممكن اضيع فرصه زي دي ابدا. يا مرحب يا مرحب. بقول لك ايه، انا مش مطمن خالص الست اللي في النص دي خالص. ناوي تدبسك وتلبسك اسود. لا لن يحدث ذلك ابدا.
أفلح إن صدق. بتنيله واستكمل الأكل قبل أن يبرد. هيا بنا إذا. ياه، تحس كده إن الواحد فك وراح راح على الآخر بالجلابية دي. الهوا هنا منعش منعش، ريحته مختلفة، والشمس حتى لسعتها دافية كده، مش اللي بتحرق بتاعتنا دي. جنة بصحيح، بس للأسف البني آدم اختار التفاحة وخرج من الجنة، وانت كلها يوم ولا اتنين وهتزهق وتمشي. من ساعة ما حطيت رجلي هنا وانا عندي احساس غريب اوي، شبه الاحساس اللي جالي وانا في الحج، احساس رجعت بعديه مصر اني اتغير وعايز ابدا صفحه جديده مع الدنيا. وانا مصدقك بجد والله. والله العظيم. بس انت عارف دي اول مره اقعد مع حد وبيبقى مصدق ان انا اتغيرت. والله العظيم انت حاسس ان انا اتغيرت. طب قولي والله. قصدي يعني انت ما قعدتيش معايا غير ساعتين ثلاثه. في حاجات كتير ما بتتحسبش، بتتحس بس. انا ليه حاسس ان انا اول مره اشوفك؟ عشان كان في زحمه قصاد عينيك خبلاك. انت عارفه القعده اللي قاعدينها دي ليه؟ عارفه. والله عارفه. انت خبيث بقى. قلبك القعده دي عشان مشتري حته ارض ورا هنا. والله. ناحيه شمال في يمين كده. بس انا جلجان يا كتفين. ليه بس يا خال قلقان من ايه؟ ده ربنا بيقبل التوبه، هنيجي احنا يا عباد ونقف قدام صاحبها، وبعدين الحمد لله ربنا بعده عن كل شياطين الانس والجن، مش كده ولا ايه يا عم حافظ؟ طبعا. الحمد لله، واحنا بقى بصراحه نفسنا كده في واحده جميله زي صبحه نكمل بيها نص دينه. اللي يطلق ليلة دخلته ملوش امان يا بنتي. يا خال ما انا حكيت لك كل الظروف، ومش يمكن ربنا بيقطع من هنا ويرسل من هنا علشان تبقى صفحه من نصيبه واسمته؟ ايوه، وبعدين عمر ما شاء الله صحيح هو فلاتي وبتاع نسوان وما يتأمنلوش. ايه يا عمي ده؟ ايوه لسه، انما ايه؟ شوف عمر يعرف نسوان بعدد شعر راسه. عم حافظ. ولو في كل خراب عفن. يا عمي. وديل الكلب عمره ما يتأمن. يا نهار اسود. وطبعا كل الحاجات دي عملت له مصايب كتيره. يا عمي ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ سيبيه كمل يا اكتفينا، قول يا صحافظ قول. ايوه. يكمل ايه؟ وبعدين بس عمر برضو ما تنساش انه دكتور قد الدنيا، اشهر دكتور امراض نساء وعنده عياده. والله لو ايه، والشريك في عياده كبيره، مستشفى كل عضو رب الفلق. انا ما بحسدوش، انا بقول كلام الخلاصه فيه. ليه بقى؟ عشان احب اقول اللي له واللي له. عايز توصل ليه يا صحافه؟ عايز اقول مين فينا ما غلطش، مين فينا ما ارتكبش اخطاء. انا هو قدامك تاريخ في الغلط. اللهم صل على النبي. الله اكبر، ربنا يحميك. اسلم فمك. اسكت بقى، اسكت خالص يا عمي كده، خلاص الحمد لله. قلت ايه بقى يا خير؟ قلت ايه بقى؟ انا جايه كده وكل امل ان ربنا يتمم الجوازه دي على خير. وطبعا بعد اللي انا قلته لك ده بقى ما تقدرش ترجع في كلامك. الله يكرمك. ولو لعب بديله كده ولا كده اخوكي زي ما احنا عارفين. يا نهار ابيض، بص عندك اهو كلنا بربطه المعلم، اعمل فينا اللي انت عايزه. ايوه اعمل فيهم اللي انت عايزه. ليه بقى؟ يعني نبعد بقى نجيب لبس الفرح. خلاص يبقى نعمل خطوبه في الاول، وقدام شويه شهر ولا شهرين كده نعمل الجواز. خلاص على خيرة الله. اشرب ايه؟ الشاي. قلت عنك كلام يا رب يكون من نصيبك.